اهلا بيكم متابعي تحيا مصر من كل مكان. في تغطيه جديده وحدث جديد، يمكن زي ما قلنا لحضراتكم النهارده ان المحكمه الاقتصاديه بالقاهره بتنظر دعوه المقامه من الاعلامي العراقي نزار الفارس، وطبعا بيطالب فيها الفنانه رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه بتهمه السب والقصف. ويمكن النهارده قررت المحكمه الاقتصاديه اليوم السبت مد أجل الحكم في الدعوة المقامة من الإعلام العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف، والتي يطالب فيها بتعويض بمبلغ 5 ملايين جنيه بسبب سبه وقصفه على مواقع التواصل الاجتماعي. وتم مد أجل الحكم لجلسة 31 أكتوبر الجاري. دي يمكن آخر التطورات والمعلومات بشأن دعوة وبلاغ الإعلامي العراقي نزار الفارس. ويمكن زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده ان نصت الدعوة التي اقامها المحامي موكل الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بخمس ملايين جنيه تعويضا له عما بدر من الفنانة من سب وقصف وتشهير في حق الإعلامي العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي في السوشيال ميديا. وأضافت الدعوة أن الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة اللي استضافها فيها في البرنامج الخاص به، وهو برنامج مع الفارس. وبعد البرنامج طبعا كان في عدد كبير من الانتقادات ضد الفنانة، ولكن فوجئ الإعلامي نزار الفارس انها تتهمه بالتحرش بها، وهو او الكلام ده هو ما يرفضه جملة وتفصيلة كما ورد بصحيفة الدعوة، وانتظر حتى يبيت القضاء المصري في تهماتها لاقتضاء حقه القانوني منها، واثقا في حماية القضاء المصري. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم اخر التطورات دي هي حصلت الان، وهو قرار المحكمة الاقتصادية اليوم السبت مد اجل الحكم في الدعوة لجلسة 31 أكتوبر الجاري. والدعوة دي طبعا المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف، واللي بيطالب فيها بتعويض يصل لخمس ملايين جنيه بسبب سبه وقصفه على مواقع التواصل الاجتماعي. يمكن دي كانت كل التفاصيل الموجودة وآخر التطورات الموجودة، وأي تطورات جديدة أكيد إحنا هنكون